اليوم الغداء تقدموا لينا صديقة صفحتنا على الفيسبوك صفحة مجلة لالا فاطمة. لالا سكينة مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك اختي. شكرا على المشاركة ديالك. وشكرا على واجبك. شنو تقدمي لينا اليوم؟ غنقدم لكم اليوم طريقة جديدة لتحضير الدجاج المشوي في الفرن، سهلة وواضحة. ايه تفضلي قدمي الطريقة ديالك والوصفة ديالك. اول شيء غادي نقيو الدجاج ديالنا. ايه مزيان بالملح والليمون، ونوجدو المقادير فيهم جوج ريال ديال الثومة والقزبر والمعدنوس والإبزار والملح والخرقوم والسكنجبير والكمون والقزبر غبرة والزعفران الحر، إلا كان إذا ما كانش نقدر نستعملو الزعفران عادي. زائد حامضة معصرة. نشرملو الدجاج بالي أنا كنديرو في الصباح وكنطيبو في الليل. من بعد غادي نديرو في الطبسيط ونديرو عليه طريفة ديال الزبدة من الفوق وندخلوه يطيب في الفرن. بالصحة والراحة أختي. تبارك الله عليك وعلى الغدا ديالك. أنا ليا شرف كبير أنني شاركت معاكم في بعض البرنامج. شكرا بزاف. مرحبا بك. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك.